كمل لنا على تلمذة نورس. تلميذ عمره 13 سنة يقرأ في مدرسة إعدادية في سوسة، باش يلاحظوا عليه أنه ما كانش في حالة طبيعية وداخل بعضه وسلوكه مش ولا بده ديخ شوية، باش يحاولوا يفهموش به. والصدمة باش تكون أنه تناول حربوشة مخدرة أعطاه له زميله. خلينا نسمع زميله معاه وين؟ في الإعدادية. تلميذ قداش عمره؟ 13 سنة 14 سنة، معناها هو ستيام معناه والآخر ويتيام. قد ايه عمره التلميذ؟ 13 حاجة. وين يقرا؟ 13 عام يقرا في الكوليج. شومي بالشو هذا يسكت جوعي بالجوع. قبل احنا ترى نتشه، ترى عضه، ترى قدمه، ايش عاد تو ترى حربوشه. مش علاش بكم داخلين بعضكم اخي؟ في فنلندا موجوده نفس الحكايه، في امريكا اكثر منا وفرنسا. لحظه بلي، خلينا نسمع خالته البارح في 60 دقيقه شنو اللي حكيت البارح. ما ساعتين وليت أكبر منه في قفل سنة ثامنة، ديجا فما لي كاميرا فما كل شيء، خنقوا هكا وشربوا حربوشة. هو مش فاهم شنو، فهمت استنجد ديريكت بالإدارة. الإدارة شدته نص من ما ساعتين حتى للأربع ما كلمتيش. الأربع بالضبط ترى مو بديت الليدي فرهد شوية. هو شو صار له معناتها بعد البلاع الحربوشه هذي؟ شو اللي صار؟ صار شهود عيني، هو قعد بيخ زوز بدلني ما فاقش لليد ما باش يهزوه للطبيب لرجونس وطفلت اي حد يدوخ ويطيخ. معناتها فقد الوعي تماما، معناتها فقد الوعي تماما. إذا نبقاو حائرين، معناه أنه هو شربه بحسب ما يقول، أكيد شربه بالسيف الحربوشة، معناها شربه بالسيف حسب ما تقول خالد. تحية لأكرم خضري قال لي سلام نوفر صحيح على الأخر، تونس تتسمى رحمة بارابور لزوت بي. أنا في موريال هنا يبدأوا قدام ليكول من با، معناتها يتلهوا بالعبيد، دونك الإفة هذه في العالم كله. هو في موريالك وعاد روح لتونس تكون جراوح كينتي بالله كينتي خويا اللي بعث لك هذا الإفة لقيتك كويس. عايشة بحلالة، عايشة بحلالة، هيا هبط لهنا ما فهمش ايفا، ليش هاو فهمش ايفات لهنا. انا ليه العكس الراحة حاجة عادية برابور. لا لا تو احكي، انسيني جلال احكي سري يا اخوي. انت انا غلط معتذر. اي بيب طيب ليه فاري؟ قلت لك ما نجم نقول كانه للاسف هذا البو وين الام وين المدرسة الاولى التربية الاولى تخرج من العائلة. راي لازم ولدك تعلموا الصحيح والغلط. لازم يعمل البولو والله مش لازم. نحب نقرا ميساج سيناو في اليوم سمعت برنامج سعد يقصد انه انسان، باش نوضح رايك ولا ممكن نكون انا يقصد انه انسان مهندس خدم وحضر خدمه وفجاه بدون سبب مقنع باش ينحيوه وجمدوه وجابوا غيره. وهذه عمليه في اي اداره تصير باش يخدموا الفساد ويجيبوا على قد ايديهم. دونك قال لي علاش ديما مصر انت سعدي تحرجوا وتبينوا انه غلط. انا نحبك كما راك قاسي مع سعدي. على فكره اكثر واحد عامل موجات ايجابيه هو سعدي. هكا قال لي ياسمين. طفله نتمنى تفهم رايي من الجانب الايجابي. هو اصلا وقت البرنامج معناتها انا مش مناسب لي، ولكن نحبوا نضحكوا وكذا 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 وكذا. دونك انا بدي جاني اتصال. نجم تخلي سعدي، اسمع الجمله هذه ياسمين محليك، نجم تخلي سعدي يمثل راي عامه الشعب وبلال الطبقه البرجوازيه المدافعين عن الرؤوس الكبار. ياسمين يرحم والديك، وكل واحد يتحمل دوره، مش لازم كلهم نفس رايك. توانسة عامة الشعب يحبوا يسمعوا صوتهم. به ياسمين معناتها الكاستينج عندي دخل فيه نتاع الحصة، نعرف شوية. وشكرا هاوكا رايك وصلته باش ما نسميش نجريسي سعدي. صديقي نوف زاد دليل تحية ليه، قال لي سايبوا السعد تو كلمني، خلي بالله صاير.